بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40
سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم وعد
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهما يستغيثان الله ويلك آمين ويلك آمين ويلك آمين والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت في
إنهم كانوا خاسرين. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. بسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟صدق الله.